أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حييكم بتحية الإسلام مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، الأيام تمر وتنقضي، وها هي تقريبا لنقل العشر الأوائل من هذا الشهر العظيم المبارك، قد انقضت، وهو شهر الصيام، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. في ظل هذا الشهر أيضا يستذكر المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعرض للأذى والتنكيل والسباب والشتائم من قبل قريش، صبر عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأمر كان به الخروج من الوطن من أجل دين الله سبحانه وتعالى، كان بعدها العزة والتمكين لهذا الدين. ومع السؤال العاشر من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل أسلم بعد فتح مكة، صحابي جليل أسلم بعد فتح مكة، له حادثة وله موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر فيها العداء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بخير كثير، بشره بأن يكون مسلما، بشره بجائزة كبيرة، فرجع إلى مكة ناشدا قائلا: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه لعلمت ولم تشك، لعلمت ولم تشك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ استلم جائزته والذي وعدها به رسول بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استلم هذه الجائزة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن هو هذا الصحابي رضي الله عنه ورحمه الله؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا.